أنا اسمي مريم زكريا، من دير عطية ريف دمشق، مواليد الستين. ولدت بدير عطية ودرست فيها لصف التاسع، وبعدين انتقلت على دمشق، درست بمدرسة تمريض وتخرجت وتوظفت كمان بدمشق. أنا ب88 كان في حملة اعتقالات لحزب العمل الشيوعي بشار كمان بي. واعتقلت أنا. زوجي مختفي طبعا من 82، يعني بعد اجتياح بيروت اختفى وما عاد عرفنا عنه شيء. وكنت عايشة أنا وأهلي وبنتي، طبعا بنتي صغيرة بالشام. فترة اعتقالي أهلي تركوا البيت بالشام ونقلوا على دير عطية، خوفا على نفسهم وعلى بنتي. ايه كان عمره 5 سنين، كان 12 شباط يوم جمعة، وعمل طوعي فوقه انه كان في تجديد بيعة او شيء، كانوا يعملوا دوام يعني ياخذونا حتى يوم الراحة، العطلة الرسمية تبعتنا، كان هو يوم حتى مو يومين عطلة، انه روحوا داوموا عمل طوعي، واللي ما بيداوم هو العمل المكتوب يعني تحت اسم طوعي بيتعاقب طبعا اللي ما بيداوم تحت اسم طوعي. ايه فكانت في حملة ضد حزب العمل الشيوعي بسوريا، وعم يلموا كل شيء بزمانه مسلم على حدا من حزب العمل أو مارق من حده أو يعني ساكن بسابع جار منه. أنا ما فيك تعتبريني ناشطة، أنا كنت صديقة وكان زوجي من حزب العمل وأنا معه يعني، بس ماني ناشطة لا. يعني أنا بعد ما راح زوجي يعني، فأنا صرت أنا مسؤولة عن بنتي، يعني صارت أنا أم وأب وعندي طفلة يعني، فبدي حافظ على حالي كرمال بنتي. مزبوط طبعا التعذيب لابد منه، يعني إن شاء الله ما تكون هي ما ولا عاملة شيء، لا التعذيب لابد منه. فمثلا الكفوف، الدولاب، طمشوكي وما بتعرفي منين عم يجيك الكف، الأبطال، الحكي البذيء ليوم. ايه وبيسألوني طبعا عن يعني بيجيبوا لك استمارة شي 100 سؤال وعبي، يعني بتذكر انه بتعبي استمارة ازواج بنات خالتك. ايه والله الله ما بي، وانت بهالظرف وبهالحاله بدك تاتي تتذكري هذا مين تجوز وهذا مين مرته وكل شيء شايفتيه يمكن من وقت خلقتي لهلا وشو كل شيء، شو عملتي وشو اشتغلتي وشو رحتي وشو جيتي وشو عملتي وشو اكلتي وشو شربتي وشو. وامتى ما خطر لهم يعني ممكن الساعة 10 11 بالليل 12 بالليل المحقق مناوب، فبده حدا هيك انه بيطلع بيقعد ايه احكي لنا فلان الفلاني مثلا، يعني شيء اسم وارد بالتحقيق معك، شو كذا شو عمل شو بتعرفي شو هيك يعني. طبعا لا في قسم كبير انا كنت بعرفهم من برا، وفي قسم مثل ما قلت لك لانه كانت يعني عشوائي، يعني في بنات، انا كنت ب 88 كان عمري 28 سنه، كان في بنات عمرهم 18 سنه، في بنات بكالوريا كانوا عم يروحوا ياخذوا دروس خصوصي عند استاذ من شباب الحزب جايين لحتى ياخذوا درس، اخذوهم ما بيعرفوا شيء لا عن حزب العمل ولا عن السياسة من أصله، كانوا لا مين من يعني، كان في شيء 10 بنات هيك بس لأنهم يا جيران يا معرفة يا قرايبين حدا من شباب الحزب. طلعت بعد 6 شهور وأسبوع، رحت طلعت من الفرع ورحت على الكراج، ركبت ورحت على دير عطية. طبعا هذاك اليوم كان كتير طبعا تاريخي مثل ما بيقولوا، يعني بتحسي انك انت يعني كل الست شهور كلياتهم هيك بتحسي انك انت بتحسي بفخر، لانه طبعا ما بعرف حسب العائلة او الناس اللي استقبلوكي انك انت جاي بطلة، ما انك جاي ما انك عاملة شيء
مهين يعني.